ضيفتنا اليوم سارة الزوقري، ناشطة إعلامية ارتبط اسمها في أذهاننا باسم حليب شاي قبل 4 سنوات وإلى الآن. سارة بطبيعة الحال غنية عن التعريف، لذا نرحب بها. سارة أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم، أنا جدا سعيدة بتواجدي معاكم، وسلامي لك يا أفنان وطاقم العمل وجميع المتابعين. عليك السلام، لا تتخيلي مدى سعادتي اليوم بوجودك معنا. والله حتى أنا أسعد، وهذه تعتبر فرصة أنه التقيت فيك ولو بالشاشة، إن شاء الله المرة الجاية وجه لوجه. إن شاء الله. سارة، مجموعة أسئلة سريعة وخفيفة وبعدين نرجع في الحوار، مستعدة؟ معاكي. طيب نبدأ، أوصفي نفسك بكلمة. كلمة واحدة بس. نعم. شغوفة. جميل. وأكثر وسيلة تواصل تستخدميها؟ أعتقد كل وسيلة تواصل أستخدمها لحاجة معينة، يعني سناب شات، يوميات، تويتر للإعلام الغربي، إنستغرام، صور، يعني. جميل. وطيب شخصية أثرت عليك؟ أحب كثير نيلسون مانديلا وكلماته وجمله بشكل عام. مناضلين. وشخصية داعمة لك؟ أهلي الداعم الأول والأخير والكبير الصراحة. ربنا يخليهم لك. آمين. سارة، مجال دراستك؟ درست ماجستير إعلام دولي، صحافة، تلفزيون وراديو ببريطانيا، وكنت عاملة كمان بكالوريوس باتصالات مرئية. جميل، رائع. طيب عمل اشتغلتي وندمتي عليه في يوم من الأيام؟ ندم؟ أيوة. ما فيش حاجة ندمت فيها، يعني حتى لو كان فيها فشل أعتقد يعني صقلت لي جزء من شخصيتي. جميل. وعائق استطعتي تخطيه في حياتك؟ عائق، كل عوائق، بس أكبر عائق إنه كيف الواحد يجيله مثل الدافع القوي في مواقف جدا تكون صعبة، ولما كل البيبان تكون مسكرة يشتغل على نفسه. يعني اشتغلت على نفسي كثير في مواقف كانت جدا صعبة. جميل. أعتقد هذا هو المهم. جميل. طيب أكثر مثل تحبيه؟ يجيبك المود يا قرد. تمام. دحين لو نبدأ الكلام عن تجربتك في إذاعة يمن تايمز. والله هذه يمكن من أحلى المحطات أعتبرها في حياتي، يعني جميل. والله إنه بجد أنا اشتقت للإذاعة واشتقت لليمن واشتقت للمتابعين، ويعني لحتى الآن يعني فوق 3 سنوات ولسه يتذكروا البرنامج ولسه تجيني الرسائل بشكل متواصل، فيعني هذا الشيء كثير يسعدني. طيب إيش أضافت لك هذه التجربة؟ أضافت لي كثير، يعني شاي حليب أحلى حاجة فيه إنه كان قريب من الناس، يعني كل ما الواحد نزل من مكتبه ونزل من المكان اللي جالس فيه كل ما عرف حقيقة إيش الناس تعاني، إيش تفكر فيها، وهذا الشيء إحنا نفتقده، ما فيش لسان للمواطن بشكل كبير أو قريب منه، فأعتقد هذا الشيء كسره كان شاي حليب، وبنفس الوقت كان فيه شوية متعة وضحك فعلا. طيب بعد شاي حليب أين ذهبت سارة؟ طبعاً بعد شاي حليب اللي يعتبر محطة كبيرة في حياتي، وبعد كمان إدارة راديو يمن تايمز، كان في فترة كبيرة اشتغلت فيها بالإعلام، سواء كتابة أو تقارير إلى آخره، غالباً عن الوضع الإنساني في اليمن، إلى أن التحقت باللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه كانت يعني كمان أعتبرها محطة مهمة، لأنه الواحد يوصل بفترة من حياته يشتي يقدم حاجة ولو كانت بشكل ملموس أكبر. وأعتقد في هذه الفترة عمل في المنظمات الدولية اللي تعتبر كمان بشكل كبير حيادية،
شيء أضاف لي الكثير. جميل. طيب بعد قبل ما نرجع لعملك مع المنظمات، أتكلم عن شاي حليب. اليوم تتمني ترجع لشاي حليب ولعودتك للعمل الإذاعي؟ والله إنه يعني الإذاعة عادة موجودة في قلبي، وصدق اللي قالوا إنه الواحد اللي يقرب الإذاعة مهما قرب حاجات تانية لسه يضل يحن له. إذا في مجال إنه الواحد يرجع بمحتوى هادف، بمحتوى ممكن يصنع تغيير، بإعلام غير مسيس، ما في مش أي قيود معينة، يعني أعتقد صعب جدا إنه شخصيا إني أطبل أو يعني أكون مثل فوق لأي جهات معينة. فلحد الآن أعتبر العمل الإنساني مهم في هذه الفترة. جميل. يعني لو جت لك فرصة ممكن ترجع اليمن، ممكن ترجع الحليب شاهي. ممكن نرجع لليمن، نرجع للحليب ولشاي الحليب وللناس، يعني لو سنحت الفرصة أكيد في أشياء كثيرة واحد حابب يسويها، وحتى على أكبر في اليمن. فعلا. طيب خرجتي من اليمن، استقريتي في العراق تقريبا، إيش كان نوع نشاطك العملي هناك؟ صحيح، كان صار لي تقريبا سنة وثمانية شهور في العراق. كنت أعمل كمتحدثة رسمية للصليب الأحمر في العراق، بشكل عام بالعمل الإغاثي بشكل عام. تجربة صراحة كانت جدا حلوة، جدا يعني فيها قرب كمان للمعاناة. أنا كنت في العراق وقت ما كانت العمليات جارية في الموصل والمناطق المختلفة، ف تشوفي حجم الدمار، تشوفي حجم معاناة الناس سواء الجرحى أو القتلى، وتعرفي إنه بغض النظر فين ما كانت الحرب، المعاناة واحدة والجرح واحد. تختلف فعلا الأماكن، تختلف الوجوه، تختلف اللهجات، بس المعاناة واحدة. فعلا. سارة طيب هل في مواقف ظلت في بالك للآن وتأثر فيكي على مدى الأيام؟ كثير مواقف الصراحة، يعني أقل ما يمكن لما مثلا تكوني على لما كنت في إحدى المستشفيات قريبة جدا من خطوط النار، ويبدأوا الجرحى يتوافدوا، غير إنه الناس مرت بحاجة صعبة، إنه لازم تهرب بوسط القصف وقناصين، وبغض النظر يوصلوا جرحى وبنفس الوقت يودعوا أحبابهم. فيعني هذه كتلة المشاعر دفعة واحدة اللي الواحد ينصدم فيها بهذه المواقف جدا صعبة. فتلاقيني كنت احيانا كثيرة انه اجلس ابكي مع الناس اللي فقدوا احبائهم، يعني عزاء لهم واعتقد عزاء لنا، وبنفس الوقت عرفت انه ممكن بشخصيتي في المواقف الصعبة اني بسرعة اتصرف، بسرعة اتحكم بنفسي، بسرعة يكون لي هدف من وجودي في هذه اللحظة، في هذه المنطقة، في هذه الدقيقة. طيب انت اشتغلتي هذا الشغل في العراق، لو قلت لك فرصة ترجعي اليمن وتشتغلي نفس الشغل في ظل هذا الوضع، بترجعي؟ شوفي، يعني حاليا زي ما انا بالعراق في عندنا كثير من زملائي من دول مختلفه جدا حاليا في اليمن، وجالسين يشتغلوا نفس الشغل في صنعاء وفي عدن وفي تعز وفي صعده وفي مناطق مختلفه كثير. ف بغض النظر فين، يعني اكيد لو اتسنحت الفرصه انا حابه ارجع اليمن واحد يسوي حاجه للناس، ولكن أؤمن إنه محل ما انحطيت ومحل ما أكون لازم يكون لي بصمة معينة، والإنسان الحقيقي اللي بجد يعمل اللي يقدر عليه ويخدم مهما كان في أي مكان في أي زمان، بغض النظر عن الشخص اللي قدامه من نفس جنسيته أو دينه أو حزبه أو أو أو. جميل سارة، لما قلتي شغوفة ما قلتيهاش من فاضي. طيب لو كلمتينا عن مشاريعك القادمة، أعمالك القادمة. والله بما يخص مثلا ان شاء الله ايش اللي حيصير، لسه ما عنديش حاجه اكيده، لكن في احتمال بالاشهر القادمه اكون في جنوب السودان لفتره قصيره، برضه في العمل الاغاثي.
وما يخص اليمن طبعا مستمر دعمي بشكل عام للشباب اللي اشتغلوا بالإعلام والمبدعين من خلال عدة محطات، منها أحد البرامج اليوتيوبية اللي نزل بفترة قريبة اللي هي اسمه كيف تشوف، وأتمنى إنه تتابعوه كمان. نتابع إن شاء الله، نتابع. سراء رائع جدا، كله رائع، لكن في آخر المقابلة أنا متأكدة 100% أن جمهورك مشتاق يسمع صوتك مرة ثانية في الإذاعة، عشان كذا لو تعطينا مقدمة شاهي حليب. طب لازم تحطوا لي الموسيقى إذا على كذا عشان أدخل في الجو. الموسيقى تخيليها بعقلك، للأسف مش متوفرة. يا ميت اهلا وسهلا بمستمعين شاي حليب، اشتقت لكم قد السما ما تقدروش، ما تعرفوش قد ايش اشتياقي لكم، اتمنى اشوفكم عن قريب في اليمن، والى لقاء. سلام في ذلك، والله فعلا انك مثل للبنت المجتهده والمثابره وكمان الشغوفه. ساره تسلمي على هذه المقابله، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا جزيلا لكم للاستضافة، وشكرا جزيلا سارة الإنسان، نتمنى لك كل التوفيق.